فأنا نستغرب يا أستاذ، وأنا نتمنى من وزارة التربية والتعليم حالا يعني تصدر قرار بمنع أي شخص، أي مربي، أي مربية داخل رياض الأطفال ما عندهاش مؤهل تربوي. أنا نتقبل أن نكون في عندي معلم في الثانوي أو في الإعدادي بدون مؤهل تربوي، ممكن نتقبلها لأن هذا شخص كبير في حاجة واثنين يقدر يفهمه ويقدر يعني يعتمد على نفسه في بعض الأشياء. أما العيل الصغير هذايا زي الإسفنجة. تخيلوا أن الدراسات تقول أن الطفل في مرحلة ما قبل المرحلة الابتدائية يتأثر بمعلمته أكثر مما يتأثر بأقرب الأقربين إليه، أكثر من أبوه وأمه. يعني أنت العيل الصغير هذا يعني الحاجة اللي بياخذها من المعلمة لا يمكن أن تغيرها من خيالها بكرة. حتى أمه تقول له راه الحرف هيكي غلط، يقول مستحيل، يقول الأبلة قالت لي هيكي، لا يمكن. فهذا راي مرحله دقيقه، وعني نتمنى ان يعني وزاره التربيه والتعليم تولي اهتمام لهذا الموضوع. نعم. نجولي نقطه المخرجات. احنا طبعا ليس اللوم على المعلمين، احنا نعرف ان العنصر الاساسي استاذ معتصم للعمليه التعليميه هو المعلم. عدوا تشوفوا في فنلندا، عدوا تشوفوا في سنغافوره، شوفوا دول العالم المتقدم على من يركزوا. يعني حاجه غير عاديه في فنلندا، يعني الاف اللي يتقدموا باش ياخذوا بعض العشرات من المعلمين. لا انا شفت مدارس في كثير من بعض الدول. ليس مشكلتنا احنا في المباني المدرسيه كما يقول بعض المعلمين ولا كذا، عندنا في بعض الدول عندها وضعها أسوأ بكثير مننا، منشاتها التعليميه اضعف وأسوأ بكثير مننا، لكن تصنيفها التعليمي اعلى منك. اذا هي المشكله مش مشكله مبنى مدرسي. زائد ماذا لو انا سؤال نطرحه، ماذا لو طورنا مدارسنا وخليناها 7 نجوم، هل حيكون هناك عطاء مختلف؟ من اين بيجي هذا العطاء المختلف؟ ما كان الكلام هذا يقولوا فيه على المرتبات، كان يقولوا والله ان المرتب المعلم لنا مرتبه ضعيف، بل ما زالت المرتبات. هل تغير حال التعليم؟ لم يتغير حقيقه. احنا لازم نواجه حقيقتنا باش نقدروا نعالجوا مشاكلنا. طيب مشكلتنا العنصر الرئيسي والاساسي هو المعلم. مخرجاتنا للاسف، مخرجات التعليم العالي يتحملها التعليم العام. التعليم العالي مخرجاته ضعيفه. يا لازم يكون فيه يعني دراسات استراتيجية ما بين وزارة التعليم العالي وما بين وزارة التعليم العام وبين وزارة التخطيط ورئاسة الوزراء، وندرس هذه المشاكل هذه ما تنجمش تحلها وزارة التربية والتعليم. رأوا والله العظيم يعني ليس دفاعا على وزارة التربية والتعليم ولا على الوزير ولا كذا، ولكن هذه هي الحقيقة. كل واحد يحط نفسه في هذا المكان. أنت هذه المعطيات اللي قدامك، هذه المدخلات اللي عندك، شن تتوقع المخرجات اللي تطلع منها؟ نعم. فلذلك لازم دراسة. بعدين حاجة ثانية، أنا المعلمين هذين لا نستطيع أن يعني نجنبهم جانبا ونجيب معلمين جدد. لا بالعكس، العالم كله يتطور بالتدريب في كل المجالات، في الطب، في الصناعة، في الهندسة، في الأمن، في كل شيء. كل التخصصات يأخذوا في دورات تدريبية لأن العالم متطور ومتجدد وفي تقنية حديثة تتطور وكذا. لماذا المعلم لا يتطور؟ لماذا ما تكونش في برامج حقيقية وبرامج يعني دقيقة؟ أنا نشوف في شغف المعلمين إلى الدورات التدريبية، ونشوف يعني معلم يقول لك أنا لي 15 سنة الكلام اللي تقول لي فيه ده أول مرة يمر علي وكأني أنا اليوم أول داخل المدرسة من جديد. نعم. فيعني المواضيع هذه المفروض أن تدرس على مستوى دولة وتضع خطط. طيب. حقيقية. طيب. للمستقبل.